انت اللي بدأت وانت اللي عملته، قد تكون انت الاهم حتى الان في ما قدمنا من اولاد مصريين حاجه تشرف. صحيح. صلاح الان هو كابتن كل حاجه حلوه في مصر، وبالتالي كنت اتمنى ان يخرج، لكن يبدو ان طبيعته الطيبه كان محرج يتكلم، لكن حرجه خلى لما يسيب الوكيل يتكلم يتكلم ببلاطه شويه، انا اسف يعني، لانه ليس من حقه تماما ان يطالب بحاله اتحاد. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اي بروفيشنال بلاير في اي حته في الدنيا مش هو اللي بيتكلم بشخصه، بيبقى ليه دايما مدير اعمال او ايجنت، ان هو اللي لكن يتكلم. هل تقدري ما شاء الله وانت من ابنائنا المشرفين اللي بيتعاملوا مع الحداثه والعالم الافتراضي العظيم في كل مناحيه، هل رايتي قبل ذلك مخاطبه من ايجنت من اي حتى الامم المتحده لناس بالطريقه دي، ولا انت ما شفتيش الخطابات؟ صحيح. لا شفتها طبعا. هذا هو وجه الاعتراض وفقط. صح. اما ما دون ذلك لا، فهو طبعا حق لمحمد صلاح واقل من حقوق. غير حتى ما يطلبه ده كان المفروض يكون متوفر. لكن عارفه كان هيبقى الفرق ايه؟ انه صلاح يطلع يقول ان في كل العالم يؤخذ اللاعبون الطريق اللي بيقول في اي بي ده، ولا طريق في اي بي ولا حاجه، هو المقصود ان اللعيب لازم يستريح، وبالتالي اكيد سلطات المطارات في كل العالم بتخرجه من مخرج بعيد عن الجماهير، وبالتالي شفت هو ده الايميل اتبعت من رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح لاتحاد الكره المصري، واللي طبعا ما تردش عليه في وقتها. لا هو على فكره هو يبدو انه يصعب التعامل معاه، لانه حتى وكيل اعمال دي هو ممكن اختلاف ثقافات مثلا. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، اللي حصل في المعسكر الاخير اختلاف الثقافات ملوش دعوه بطريقه الحديث، الحديث له ادبيات. اللي حصل في المعسكر ده كارثه. مين قال كده؟ يمكن ده كان فيه شحنه زياده بسبب الكارثه اللي حصلت في المعسكر وفرح العمده اللي كان موجود. تبقى عند صلاح نقبلها منه. ما هو احنا لازم هنرجع تاني نقول ان هو اتفضل، يبقى هو ما يخرجش يقول لنا انتوا فاشله امشوا، يخرج يقول لنا والله صلاح قال انه ما كانش عارف ينام. ما مش انا الوكيل بتاعه. صحيح. هو في محامي يجي بديل مني يشتم القضاه؟ قادر اوزنها لك، لكنه سيتخاطب مع هيئه المحكمه اللي هي الراي العام بطريقه مرضيه، مش مرضيه، اقصد بعبارات موزونه تليق. سمعنا بعد كده ان وكيله اللي هو رامي عباس ده رجع وقال او بعت ايميل قال انا بسحب بعض العبارات وبعض الجمل من الرسائل اللي فاتت. يبقى ده معناه على راي اللي نعم. ده معناه ايه؟ انه شاف انها اساءه. صحيح. للراجل اللي هو بيشتغل له واللي هو بيكسب فلوس يستحقها طبعا عن الوجود في طاقم عمله، وشاف انها تقيله قوي، لكن دي كمان تعزز صلاح. يبدو ان صلاح قال له اسأت. صحيح. لانه دي بلدي ودي ناسي. أكيد. المؤكد ان صلاح في اقرب لقاء مع المهندس هاني ابو ريده اللي بعتقد ان هو والد لكل الجيل ده، اعتقد هتبقى في كده حاله فعلا ابويه، يعني قد يلتقي الطرفان في يعني في عتاب العيون، يعني يمكن ما يتكلموش. صحيح. لانه المتاح هو تقديم كل ما يحتاجه صلاح. صحيح. واخد بالك؟ عارف من اهم الطلبات اللي طلبها صلاح او وكيل صلاح رامي عباس في الايميل اللي بعته لاتحاد الكوره، قال انا مش عايز اقابل الشخصيات الفي اي بي، يعني طبعا منهم الممثلين الفنانين رجال الاعمال اصحاب مش عارفه مين، قرايب مين، ولاد خاله مين، ولاد عمه مين، عشان ده كان فعلا بيحصل. عارف انت قاعد في الاوضه كل خمس دقايق حد يخبط عليك، مين عايز يصور؟ هي ومامتها واختها وبنتها وابنها، وخد كلم مين على التليفون. انا اسف يعني ده كلام فاضي. عارفه بره بيعملوا ايه في الحاجات دي؟ يعني اكيد طبعا انت عارف قصدي، يعني الحوار بنعمل ده عشان الناس تبقى معانا، يعني بره بيعملوا يوم لده فنانين بقى شعب ما تفرقش. صحيح. من خلال النادي او المنتخب يروحوا فاتحين ربع ساعه كده بس، ما عادش بقى يجيب ابنه ويطرد ابني عشان هو مسؤول في الاستاد مثلا. صحيح. لا هيمضي 100 تيشيرت، انا هيمضي 100 تيشيرت. صحيح. هيقابل 100 فنان يبقى هيقابل 100 فنان، هيقابل 1000 جمهور يعملوا تامبول عشان 1000 جمهور يكسبوا. لكن ما حدش برضه الله ينور كل عليك حاجه ليها وقتها، ابن خالته وابن عمته وده، لانه صلاح امبارح لما يقول ما عرفتش انام، لما يقول كنت عايز انزل اكل فقالوا لي الدنيا زحمه تحت، لا هو مش عايش في اتوبيس. لكن كل ده كان عليه ان ينقله لراس الاتحاد ما دامت السلسله الباقيه مكسره او واقعه او السبحه مفروطه. قول لي انا بورينا هيقول لي مش عارف اوصل له. لا صعب، دي بقى صعب. ليه؟ لانه مش هتوصل له، يبقى عارف هتوصل لمين؟ تمر صحفي صغنون اما تيجي هنا، او
رسائل لإعلام بلدك محدد. صحيح. يا جماعة تحدثوا لأنه ما حدث هناك أنا ما أعرفش، لا كنت لسه ما جيتيش القناة. كنت مع حد وإحنا راجعين من كأس العالم قلت له أنا أول واحد قلت لصلاح غزلناك كلنا أبو صلاح في آخر ماتش، وهو قال لي يعني إن اللي حصل، وراح متكلم مع الوكالة الرسمية الروسية سبوتك وقال لهم إنه اللي كان بيحصل كان هزيان ما عدا السلوك. شوفي صلاح الجميل يعني لا يفكروا إن اللعيبة كانت يعني أنا آسف يعني عندها حالات غلط، لأنه الحقيقة بعثاتنا كلها منتخبات أندية حاجة تشرف على مستوى السلوك. كان بيقول لهم على الهرتلة اللي أنت قلتيها دي أو المولد ده أو الموالد دي قالوا على الهوى، وأنا جيت نقلته نقلا عنه إنه هو قال، وده اللي فكك اللعيبة، ده اللي خلى مدافع دولي وهو بيقفز يبقى رافع دي لانه مش مركز، او مدافع اخر يزق واحد وهو طالع بالكره الاول فتحسب ضربه جزاء. ده تركيز في كره القدم، مش اساءه استخدام ولا انه ما بيحبش بلد ولا بيحبش فريق. وبالتالي عندما كانت ستاتي الحوارات من صلاح او انه صلاح يقرا اللي هيبعته رامي كان الموضوع مش حكايه هيتنفذ ولا لا، لا كانت الحالة لن يكون فيها زيادة ضبابية ومحاولة استعداء البعض على مو صلاح فرعون الذهبي، الفتى الذي أعطى لمصر رئتين جديدتين ليتحدث عنها العالم. صحيح. أي حد مش عاجبه فعلا مش أقول بقى يغادرنا ولا حاجة فليصمت. اللي مش شايف أن محمد صلاح ده علامة كبيرة قوي للعالم المصري، لانه ما ينفعش اقول لك انه ده زي علم مصر، ان علم مصر كلنا بكل قمم هذا الوطن من تاريخه وكل حضاراته وكل انكساراته العلم طبعا هو العلم، لكن صلاح حاجه من اهم الحاجات اللي تحت العلم المصري ده، والقياده السياسيه ما راحتش بعيد لما طلبت بحل كل يعني مشاكل او كل الازمات التي عادي منها صلاح والفريق. ليه؟ لان هم عارفين ان صلاح جايب احدث حاجه، الحكايه مش محاباه النجم المدلل حقيقي. حد بيدير بعنوان اسمه مصر الجديدة. هل توقع ان الازمه دي ازمه محمد صلاح لو اثيرت في الايام اللي فاتت دي ممكن تاخدنا في فيس تاني بقى مرحله تانيه من الاحترافيه؟ طبعا ممكن تبقى ايجابيه جدا طبعاً. وانا بقول المهندس هنا بريد اخليها ايجابيه جدا، حاكم وابحث عن كل من تسبب في الا تصل لك معلومه في ميعادها، حاسب ودور وطهر عن كل من لم يتعامل احترافيا، عن كل من أوقف السيارة عشان ابن خالته يعدي، عن كل من فاز بلقطة والنجم يعيني لازم يبقى مبتسم ومش قادر يطرده، لكن كان لازم يبقى فيه قواعد ورولز هامة جدا. أعتقد أن المهندس هاني بوريدة اللي عودنا دايما أنه برضو واحد من قمم الكرة في العالم لازم يعرف أنه ده أوان قلب الصفحة، أوان صفحة جديدة هو نفسه يستحقها. انا دايما لما شغب اقول له ايه يا عم انت بقيت صاحب يعني بلاتيني وفان باستن شفته معاك بقى ماسك حاجه كده تكنيكال في الفيفا، طب هتقول لهم ايه لما يقولوا لك ايه يا مستر هاني ايه مستوى الكوره بتاعك ده، هتقول لهم ايه؟ يضحك. طب ده الاوان بقى انك تقدم كوره زيهم، كل نجوم العالم بتقابلك تقول لك عندكم جود تالنت، عندكم لعيبه سوبر، عندكم صحيح. اللي ناقصنا بس الورقه اللي حضرتك قلت عليها انها تتكتب صح. وبالتالي هذه الأزمة يجب أن يعي الجميع أن كل شيء قد يتحول لجزء إيجابي، والجزء الإيجابي اللي حضرتك قلتيه إن إحنا نظهر بصورة أخرى وفيس محترف تستحق لكل اللعبة مش لمو صلاح بس، لأنه هو على رأيه لو أراد لنفسه لأخذ الكثير لكنه يطالب